ومتابعينا سمر بصباحنا، ورح ننتقل يعني للمسلسلات الرمضانية يلي هي كل سنة مننتظرها، كلها مننتظر أكيد أهم الأعمال، ولكن للأسف السنة كانوا قلال بسبب فيروس كورونا، يعني بكل العالم هذا الوضع. ولكن اليوم رح نحكي أكثر عن هي الحالة الدرامية السنوية يلي عم تشكل بأحد أوجهها مضمار تنافسية بين مختلف أنواع المسلسلات بين التاريخ المعاصر وأعمال بيئة الشامية. لكن كيف السنة الموسم الرمضاني بظل الظروف الاستثنائية؟ رح نحكي أكثر عن الموسم الدرامي الرمضاني مع الإعلامي ملهم صالح. أهلا وسهلا فيك، اهلا سعد صباحك اهلا، ملهم. يسعد أهلا صباحكم. وسهلا، اهلا وسهلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. مثل ما حكينا انه رمضان هاي السنة غير كل السنين، خلينا نقرأ المشهد الدرامي برمضان 2020. الحقيقة هو يعني قراءة المشهد الرمضاني ب 2020 كان ليس مفاجئ 100%، لأنه كان متوقع. يعني من يتابع المشهد ويرصد المشهد، كنا قد نبهنا من تقريبا 2017 أو 2018، يعني تحفظا على شعار حينها أطلق أن الدرامانا بخير، قلنا بأن الدرامانا ليست بخير. الحقيقة وضع مشهد الدراما السورية في رمضان 2020 لا يعود فقط للكورونا، بسبب الكورونا. الأعمال التي أجلت بسبب الكورونا أعتقد لا تتجاوز 5 أعمال، لكن المدهش الحقيقة أو الصادم أن يقدم هذا الموسم 8 أعمال سورية فقط في دراما 2020. من هدول الأعمال الـ8 كان في عملين يفترض أنه ينعرضوا برمضان الماضي. فإذا أنت اليوم أمام 6 أعمال فقط أنجزت خصيصا لرمضان 2020، في مقابل دراما تنتج كانت في ذروتها 50 أو 40 عمل. يعني هي النسبة، بتدني النسبة بالكم عم نحكي اليوم. نحن كنا نقرع جرس الخطر حول المضمون، يعني كان في أشد سنوات الأزمة السورية كان هناك ما يقارب 25 أو 30 عمل صحيح. سوري محلي. اليوم أنت أمام 6 أعمال وعملين يعني جيرا من السنة الفائتة أو من الموسم الفائت إلى هذا العمل، وواحد من الأعمال الـ8 علق عرضه، يعني أوقف عرضه. فبالتالي أنت اليوم الحقيقة في شح كثير في هذا المشهد. طبعا ممكن خلال حديثنا نوقف على هي الأسباب، يعني أسباب الحقيقة اللي وصلتنا لهون غير الكورونا. نعم أكيد. خلينا نحكي، يمكن يعني ذكرت انه في تراجع واضح بالدراما السوريه للاسف، ولكن عم نشوف توظيف الكوادر من كاتبين، من مخرجين، من فنيين، من مصورين، من ممثلين وابطال ونجوم بحالات مشتركه خارج البلد، باعمال مشتركه. عم نشوف البصمه السوريه واضحه، يعني شفناها بسنواتنا الماضية. خلينا نحكي يمكن عن هي الظاهرة. في أسباب كثيرة، في ظروف بشعة مرقت على البلد، ولكن يعني شفنا ضوء نجوم بهذا الوقت بأماكن ثانية وبأعمال مشتركة. تمام. هلأ كان السؤال المطروح الحقيقة قبيل يعني موسم رمضان هذا، أنه الفجوة التي تركتها الدراما السورية المحلية، هل يا ترى يمكن للدراما المشتركة أن ترمم هذه الفجوة، أن تجسر هذه الفجوة؟ بالحقيقة أيضا أتت، يعني هذا الموسم أيضا أتت الدراما المشتركة خجولة. ربما أتفق هنا يعني معك أنه ربما بسبب الكورونا، لكن الحقيقة حتى الأعمال المشتركة كانت خجولة هذا الموسم. بس أنا ما بعرف إذا رح توافقيني أنه الدراما الحقيقة مثل أي، يعني نحن نأمل أساسا أو نطمح في سوريا أن ترقى الدراما إلى مستوى الصناعة، أن تكون صناعة وأن يكون هناك منافذ للعرض. يعني هي مشكلة الدراما السورية الحقيقة في منافذ العرض، وبالتالي من هنا دفعت شركات الإنتاج إلى تجنب إنتاج عمل محلي من الـ يعني الـ
بيج بادجت اللي هو الميزانية الضخمة العالية الهيوج تماما العالية جدا، وراحوا انه انا بقدر سوق هذا العمل محليا لقنوات محلية وبعض القنوات ربما الفضائية الأخرى اللي بيرجع لي العائد، وبالتالي راحوا إلى اللو بادجت يعني الميزانية المنخفضة. واضح هذا الشيء معذورين جدا على الشاشة، يعني تمام. المشاهد ما نو يعني لا هلا المشاهد ما بس انت المشكله المراقب يعني من برا المراقب من برا عم يحكم على الدراما السوريه بالتراجع، هي ما تراجعت كقيمه ولكن المنتج اليوم ما عم ينتج منتج عالي القيمه بسبب السوق، بسبب انه في معايير للسوق، في معايير استهلاكيه عم تفرض على المنتج انه يروح بهذا الطريق. وهناك يعني عده الحقيقه اشارات الى هذا الموضوع، يعني مثلا في شركات انتاج واضحة اليوم صارت يعني باتت تنتج خارج الفضاء السوري، يعني هي اليوم ما تخلت عن اختصاصها كجهة منتجة وبدأت تبحث عن سوق لها خارج الفضاء السوري وتنتج أعمال غير سورية. يعني مثلا في لبنان بتروح بتنتج مسلسلات تعرض على شاشات لبنانية، لكن الشركة المنتجة الأساسية التي يعني تصنع هي شركة سورية. أنا بس لو للحرج شوي يعني كنا ذكرنا الأسماء بس أنا ما بدي ما بدنا نفوت يعني بس مشان ما يكون في حرج، بس أنا معي وأنا بشوف هذا الموضوع مبرر. يعني أنا اليوم كمنتج كيف بتطلب مني كمنتج خاص أن أنتج عمل لا يسوق، ما بيعدلي بعائد يعني على الأقل بالكلفة، فبالتالي أنا بدي اقتصد سواء بكادر التمثيل سواء بالإخراج سواء بالكادر الفني سواء حتى بالنص سواء حتى بكل ما هنا كل ما يعني كل ما يجعل من التكلفة ممكن أن يقلص التكلفة أنا بدي إلجأ له كمنتج، وهذا الحقيقة عم يكون على حساب المعيار الفني. لحكينا هيك مسلسلات، كمان في عنا مسلسلات تستحق المتابعة مثل عنا مسلسل حارس القدس. نعم. قديش يعني مسلسل متميز بتحسه كامل من الإخراج للأداء للسيناريو كله بتحسه يعني كتير كامل وبتحس أصداء كتير حلوة عليه. خلينا نحكي عن الأصداء كيف عم تكون حول هذا المسلسل، وأكيد هو عم بيعرض على شاشة الإخبارية السورية كمان. هلأ حارس القدس عمل الحقيقة وعدت به الرئاسة السورية من عام 2017، بداية عام 2017 في تأبين المطران هيلاريون كابوتشي أن هناك عمل ستنتج الجمهورية العربية السورية، تحدث عن سيرة حياته، وكلفت وزارة الإعلام في حينها وتم طبعا تكليف الكاتب الكبير يعني صبيح حليم عبر قناتنا الإخبارية الحقيقة بكتابة المسلسل الأستاذ حسن ميم يوسف اللي أخذ العمل معه تقريبا سنة كتابة وبحث ودأب كبير، وأنا فايت بتفاصيل هذا الموضوع الحقيقة في كتير تفاصيل حميمة. أيضا كانت العثرة الكبيرة الحقيقة أنه هذا العمل يتطلب ميزانية كبيرة، وفي حال يعني الإنتاج العادي يعني كما هو معتاد، إلا أنه تضافر الجهود سواء من الإخراج سواء من الإنتاج، إدارة المؤسسة العامة إنتاج الإذاعي والتلفزيوني، أيضا العمل طبعا بإشراف الأستاذ عماد سارة، يعني كل هذه الخبرات وضعت في هذا العمل كي تخفض من الحقيقة كلفة الإنتاج. وأيضا المشاركين كانوا فنيين أو فنانين الحقيقة ساهموا بهذا العمل بدافع وطني، يعني وأكيد قبلوا جهد جبار ومتميز. خلينا نحكي عن الأصداء كيف كانت وكيف يعني كيف عم تلاقي الجمهور الأصداء. أنا بالحقيقة دائما مع بداية موسم رمضان ضل عم برصد الأصداء المحلية عالية جدا، الأصداء العربية فينا نقول طبعا أغلب الشارع العربي يشاهد العمل بالمغترب كتير، العمل متابع عم توصل أصداء تماما. الحقيقة هو إتاحة عرض العمل أيضا على يعني من خلال منصات الإنترنت، هذا كتير ساهم بأنه فارق التوقيت. اليوم منشوف بهذا العمل أهمية هذا العمل في واحد من المؤشرات أنه قناتين إخباريتين مثل الإخبارية السورية مثل الميادين عم يعرضوه، وهن ما سبق يعني أو اعتادوا أنه يعرضوا أعمال، ولكن الحقيقة ما فينا نقول أنه هذا العمل ما نوع عمل قومي، ما نوع عمل وطني، ما نوع عمل مقاوم. لذلك الحقيقة اللي يعني مثل ما بيقولوا تصدى لعرض هذا العمل هن خمس قنوات، ثلاثة منها محلية سورية حكومية،
اللي هي الإخبارية والفضائية والدراما وقناة الميادين والزفرة. الحقيقة برغم يعني قلة القنوات العارضة لهذا العمل المهم والضخم جدا، الحقيقة إلا أنه متابع مثل ما تفضلتي وإله أصداء كثير كبيرة، وكان في صدى كثير كبير، وأيضا عم نشوفها على السوشيال ميديا كمان، يعني مثل ما بيقولوا هيك كثير عطانا مشاعر وأحاسيس كثير حلوة وصلت ودخلت إلى كل البيوت يعني بدون إذن. يعني تماما كانوا كثير موفقين، سواء من النص إلى الإخراج إلى الموسيقى التصويرية إلى الشارع، سواء الصوت اللي أدى الشارع الأستاذة ميادة بسيريس، سواء الكلمات إلى الراحل المرحوم يوسف الخطيب. الحقيقة أداء الممثلين مثل ما تفضلتي، أعتقد أنه كمان أيضا نجمنا الأستاذ رشيد عساف، هذا من الأدوار المفصلية في حياته والهامة جدا. صحيح. أستاذ ملهم، خلينا نرجع ونحكي عن الدراما بشكل عام، يعني نستغل الدقائق الأخيرة قبل أن نختم. اليوم عم نشوف وتيرة كثير بطيئة بالمسلسلات، أول كم حلقة كانوا شوي فيهم حالة من التشويق، ولكن يمكن مشهد الملل، التكرار، الشط والمط بالعامية مثل ما بيقولوا، سيطر على أغلب المسلسلات هذا العام. ليش هاي الظاهرة السنة؟ شوفي هلا بدنا نضل نقول كورونا؟ تمام، لا ما لها علاقة الكورونا، يعني هذا مثل اللي بده يتخبى وراء اصبعته اذا بده يضل كل لا، نحن مثل ما قلت من اكثر من كم سنة نحن قرعنا جرس الانذار وتحدثنا عن هذا الموضوع. هلا خليني احكي عن 2020 تحديدا. اليوم انت الدراما السورية اليوم عمرها 6 عقود، 60 سنة، 40 من ال 60 يعني ثلثينا لم يعتد المشاهد ولم يعتد الكاتب اساسا ولا المخرج على ان يقدم اعمال 30 حلقه. يعني اعمال 30 حلقه هي بلشت تقريبا مع الفضائيات، وتقريبا فينا نقول من مطلع تسعينيات القرن تماما. وبالتالي من هون الى الان لم يستطع الكاتب السوري التكيف مع القالب الرمضاني. 30 حلقه عم يكون منهك بالنسبه للكاتب، فبالتالي بتلاقي من هون موضوع مثل ما تفضلتي الملل، او موضوع انه ما عم يقدر يضبط الايقاع 100%، وعم يفوت بتشعبات احيانا ما انا دقيقه، وبعدين بالاخير فجاه بتلاقي بالنهايه بالخاتمه بده ينهي كل الخيوط سوا دفعه واحده. يعني بيصير الايقاع مربك جدا ومفاجئ وصادم. لذلك الحقيقه كان في عده محاولات لكسر هذا القالب الرمضاني ال 30 حلقه، منهم مثلا قالب المنفصل المتصل، منهم اللوحات، منهم مثلا السداسيات اللي بيكونوا ضمن مجموعه او الخماسيات وما الى ذلك. لكن خليني اقول لك الى اشاره مهمه جدا. اليوم انت بموسم 2020 الكتاب، كل الكتاب على الإطلاق كلهم ما عدا حسن ميم يوسف محافظ الألقاب اللي هو من كتاب الجيل الرابع بالدراما السورية، كل الكتاب هن حديثين التجربة. كل الكتاب، بالتالي كيف أنت بدك شخص حديث التجربة أنه يعطيك منتج متكامل ومحكم ويحكي فيه ويعيش وما إلى ذلك، هي تجربته ربما الأولى أو الثانية. الآن أيضا اللافت بهذا الموضوع المخرج. المخرج بمخرجين الأعمال السورية تقريبا مناصفة في جيل من الرواد، يعني بسام الملا، باسل الخطيب، في عم نحكي على المحلية، في مثلا عم حاول اتذكر، في كمان رايح حمبالي هلا بتذكر، بس المهم اكيد وقامات اثبتت إيه، بس بالمقابل بالمقابل في تقريبا النص هن شباب جداد، مخرجين جداد، يعني لسه تجربتهم جديده. اذا في الاخراج تقاسمت الدراما السوريه انه بين مخرجين عريقين وبين حديثين تجربه. على الكتابه، الكتابه اغلب الكتاب هن كتاب حديثي التجربه. على مستوى مثلا اذا بدنا نقول التمثيل، لا كان هناك خليط الحقيقه وجوه شابه وكان هناك دراما. لكن كمان في نقطة مخلقة، أنه هناك نجوم من الصف الأول صار لهم أكثر من موسم غياب. يعني مثلا اللي بعتقد رح ياخذ يعني شو بيقولوا جينيس يعني بغيابه الحقيقه ايمن زيدان، ونحن بنسجل قلقنا الكبير. استاذ ايمن يمكن كثير للاخراج، استاذ ملهم حديثنا له تتمه، وبدنا نحكي كمان عن غياب الكوميديا، عن غياب كثير من المسلسلات، يعني وحتى من الواقع كمان. السنه ما شفنا شيء من الواقع، يمكن بدنا نحكي بحلقات جايه، ولكن للاسف الوقت داهمنا. بدنا
بتشكرك كثير، لنتمنى انتاجات ترجع تعيش مثل الفصول الاربعه ومثل العيال الخمسه والثلاثه والسته، وايضا المسلسلات الكثيره يلي كانت لهلا ما زالت عايشه ومستمره. شكرا كثير لك. اكيد متشكر وجودك معنا، ومنشوفك بحلقات قادمه. شكرا كثير. شكرا. رمضان كريم.